السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية جبريل عليه السلام في المنام برسول الملك وبالأمين على الأسرار، ومن رأى جبريل عليه السلام يكلمه في الحلم فهذا يدل على البشائر والظفر والقوة، فيما سمع صوت جبريل في المنام فيدل على البشرى بحسن العاقبة، أما رؤية الحديث معه في المنام فتدل على العلو في القدر والظفر بالعدو، ومن رأى الوحي يخبره بأمر في الحلم فهذا يدل على البشائر بنيل العز والفرح، فيما رؤيته في المنام تدل على الفرج القريب، ومن رأى الوحي ينزل عليه بجناحين في الحلم فهذا يدل على تمام عبادته وصلاح دينه، أما اسم جبريل في المنام فدليل على نيل الرأي مكانة شريفة بين الناس، وذكر اسم جبريل في الحلم يدل على السمعة الحسنة بين الناس، فيما رؤية جبريل عليه السلام في المنام للفتاة العزباء فيدل على البشائر والمسرات القادمة في حياتها، وإذا رأت الوحي على هيئة بشر في الحلم فهذا يدل على الزواج من رجل صالح. فيما رؤية جبريل عليه السلام في المنام للمتزوجة فدليل على الصلاح في دينها، وإذا رأت الوحي على هيئة ضوء في الحلم فهذا يدل على انفراج كربتها في القريب العاجل. فيما رؤية جبريل عليه السلام في المنام للفتاة الحامل فيدل على ولادة الطفل يكون ذو شأن في المستقبل بين الناس، أما رؤية جبريل عليه السلام في المنام من المطلقة فيدل على تيسير أمورها، وإذا رأت نزول الوحي عليها من السماء في الحلم فهذا يدل على التوبة إلى الله عز وجل. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.